بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام على شهدائنا الأبرار، السلام على معتقلينا خلف القضبان، السلام على الحرائر في سجون الظالمين، السلام على عوائل الشهداء، السلام على الثوار والمطاردين. السلام عليكم أيها الشعب الأبي ورحمة الله تعالى وبركاته. ونحن نستقبل الذكرى الرابعة لثورة 14 من فبراير، لا بد من أن نشير إلى أن المرحلة اليوم خطيرة، ولا بد أن نشير إلى أن النظام الجائر الخليفي بات يصعد في استهدافه لأبناء شعبنا، ظنا منه بأن هذا الاستهداف سوف يكسر شوكة الثوار وسوف ينهي الثورة، إلا أنكم بعزمكم وإرادتكم تواصلون المسيرة وتخرجون في الشوارع والساحات ولا تستسلمون، ولن نرجع إلى البيوت، ولن يجدي هذا النظام إسقاط الجنسيات واعتقال الرموز واعتقال المزيد من العلماء والزج بهم خلف القضبان، لن يستسلم أبناء شعبنا. وندعوكم أيها الغيارة للمشاركة الواسعة في إضراب الإباء الذي من المقرر أن يكون في أيام الذكرى، في أيام ذكرى ثورتنا العطرة المجيدة، فلا تيأسوا ولا تبتئسوا واستمروا في نضالكم الثوري المشروع، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.